جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم عين صاد، يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 15 سنة، أريد أن أخرج لصلاة الفجر، ولكن أهلي لا يريدونني ويخافون علي لأن المسجد بعيد عن بيتنا، وأصلي بقية الصلوات في المسجد، هل صلاتي في البيت صحيحة بالرغم من أنني أسمع الأذان؟ بماذا تنصحونني وتنصحون أهلي؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هناك خوف محقق يحول بينك وبين المسجد فإنك معذور في صلاتك في البيت في آخر الليل، أما إذا كان ليس هناك خوف محقق، وهذا هو الواقع إن شاء الله في بلاد المسلمين لا سيما هذه البلاد الآمنة ولله الحمد، والناس أيضا يمشون إلى المسائل المسجد، والغالب أنها لا تخلو الطرقات من مسلمين يذهبون إلى المسجد. فإذا كنت في حارة من الحارات فيها أناس يذهبون إلى المسجد فالطريق آمن بإذن الله. أما إذا كان هناك خوف محقق كأن تكون في بلد غير آمن ويخاف عليك من أشياء حقيقية فأنت معذور في صلاتك في البيت هذه الصلاة. نعم.